مساء الخير، انا عارفة الفيديو اليوم متأخر جدا، بس كان لازم اليوم ما يعديش من غير ما نحتفل مع بعض بعيد ميلاد الغالية بنت الغالي نبيلة عمرو فهمي. مش بس بنحتفل بنبيلة ونقول لها هابي بيرثداي، كمان بنحتفل بعمرو فهمي وانتصاره. اليوم اخيرا ظهر الحق، اخيرا روحك هتحس بالسلام ان شاء الله في الجنة. اخيرا القضية اللي انت كنت بتحارب فيها لحالك انتصرت فيها اليوم، ويوم عيد ميلاد بنتك ظهرت الحقيقة، وقرر الكاف ايقاف احمد الفاسد المرتشي اللي طول حياتك وجودك في الكاف كنت بتحاربه. اختصار شديد يا جماعة اللي ما يعرفش، عمرو فهمي هو كان سكرتير عام الكاف، وكان طول الوقت طبعا رغم صغر سنه، ولكن هو كان شخص نزيه جدا، والمقربين طبعا منه عارفين انا بقول ايه. هو كان بيحارب الفساد في ظل وجوده في الكاف، وبكل اسف هو ما كانش بس بيحارب الفساد، هو كان بيحارب المرض. هو يعني اتقدم بشكاوى كتير جدا بسبب الفساد اللي كان موجود في الكاف، ولكن لا حياة لمن تنادي. هو كان بيحارب لحاله، المشكلة كانت في ان في ناس موجودة تقدر تساند وتساعد، ولكن هم كانوا اللي مش ضده كانوا متفرجين بكل اسف. في 2017 اكتشف صفقات مشبوهة، وان في مليون دولار امريكي طلع من حساب الكاف الى حسابات بنكية شخصية، وقدم شكوى بالموضوع، ولكن صمت تام وتعتيم. احمد اخذ الموضوع بشكل شخصي، وبقت حرب ما بينه وما بين عمرو فهمي. للأسف هو ابتعد فترة بسبب محاربته للمرض، وبعد ما رجع في 2019 قدم شكوى بجميع المخالفات لجنة القيم بالاتحاد الدولي، وأيضا للجنة التنفيذية بالكاف، بيتكلم فيها عن قضايا فساد ورشوة ومخالفات إدارية مالية. برضو لا حياة لمن تنادي، محصلش أي حاجة. وفي 2019 هو قرر، في ديسمبر 2019 قرر ان هو يرشح نفسه ضد احمد. انا نسيت اقول لكم ان هو طبعا اقاله، طبعا شاله من طريقه، يعني هو مش هيقف يتفرج عليه وهو بيحاربه. احمد اقاله. وبعدين في 2019 في ديسمبر هو قرر ان هو يقدم نفسه في الانتخابات ويترشح ضد احمد. بكل اسف الله يرحمه يا رب يا رب ويجعل مثواه الجنة. هو توفى في فبراير 2020، والحمد لله اليوم واحنا في احنا في شهر ايه يا جماعة، احنا في شهر 11 2020، واخيرا في يوم مولد بنته ظهر الحق، وقرر الكاف ايقاف احمد على قضايا الفساد. وملخص القضايا كانت هي تحويلات بنكية شخصية، ورحلات عمرة مجانية للكاف، وشراء سيارات فارهة الثمن برضو على حساب الكاف، واخيرا في قضية تحرش بمستشارة علاقات عامة داخل الكاف، واسمها موجود، ونص الكلام اللي هي قالته برضو موجود في الشكاوى. واخيرا هنخلص منه ومن اشكاله الضالة واللي زيه. وانا بتمنى من كل قلبي من كل قلبي ان الفساد ينتهي، مش بس على الصعيد الافريقي، احنا عندنا الفساد هنا عقبال الجنايني وعصابته لما نخلص منها بعد فضايحهم اللي ما بتنتهيش، والقضايا بتاعتهم مكالمات ورشوه وبلاوي سودة. مش عارفه هم لحد دلوقتي موجودين ليه، بس ان شاء الله يومهم قرب، لان اكيد الحق بالاخير هو اللي لازم ينتصر. فانا عايزه اقول له كنت بتحارب لحالك، واخيرا انتصرت في قضيتك. بتمنى ان هو يبقى فيه دعم للقضية، وانه ينول وسام تكريم من الدولة. لازم يا جماعة الراجل ده يتكرم. احنا كده عموما ما بنكرمش الا المراحيم، يعني احنا بنبتدي نفتكر الناس بعد ما بتتوفى، وبنبتدي نفتكر او نشوف اعمالهم البطولية بعد ما بيروحوا، ما بيشوفوش الحاجات دي على حياة عينهم يعني. فربنا يرحمك يا رب، ويصبر اهلك على فراقك. واعتقد ده اجمل 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 هدية ممكن تتقدم لنبيلة اليوم، هو كان انتصارك في القضية بتاعتك. عايزة اقول لكم سريعا موضوع مساحات النادي الاهلي، عشان جالي مسجز كتير قوي الناس بتسألني عنها.
المساحات كلها يا جماعة بحمد الله الحمد لله سلبية، مفيش حد إيجابي غير وليد سليمان، ربنا يشفيه ويعافيه إن شاء الله ويرجع لبيته وأسرته وللنادي الأهلي قريبا. موضوع الشناوي، موضوع سوريا، الكلام ده كله مش حقيقي، دي كلها انتوا عارفين طبعا مصادر الكلام الفاضي ده، فدي كلها حاجات مش حقيقية. الحمد لله هم كلهم تمام جوه المعسكر. فكرة ان هم يبقى في حد مصاب وان الاهلي بيعتم على الاصابات والكلام العبيط اللي اتقال في الصفحات اللي احنا عارفينها برضو، دي ده كلام عبيط واهبل، ولو احنا عملنا كده احنا اللي هندفع الثمن مش حد تاني. يعني اكيد هيبقى في انفكشن، يعني احنا مش هيبقى في لاعب مصاب وهنحطه في وسط اللعيبه السليمه، فصباح العبط يعني اللي انتوا بتتكلموا فيه. فالحمد لله هم كلهم سلام، مفيش غير وليد سليمان ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع للنادي الاهلي بالسلامه. وقبل مباراه النادي الاهلي طبعا اخيرا بقول بتمنى لهم الفوز يا رب، كل التوفيق يا رب. موضوع الاهلي هيلعب بمين او تشكيله او اللعيبه المتاحه او اختيارات موسيماني، اعتقد يا جماعه الاختيار مش في ايد موسيماني على قد ما هو يعني في ايد اللي هو ربنا او القدر، احنا مش عارفين اللعيبه اللي هي يعني لسه في مسحه تانية هتتم على فكره بكره لجميع اللاعبين، هنشوف النتيجه بتاعتها ايه. اصابات الله اعلم، بيبقى في التمرينه وتلاقي اللعيبه تتصاب في التمرينه، فالموضوع ما بقاش ايه، احنا مش عارفين الدنيا فيها ايه. احنا نتمنى الشفاء لجميع اللعيبه سواء في الاهلي او في الزمالك، والتوفيق ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي. وبالاخير تسعى يا اهلي. ثانك يو.